هذه المشاهد اليومية من سوريا لم تقلق من هم على الأرض فقط، فحركة الطيران المدني عاشت حالات إرباك في الفترة الأخيرة، وقرار شركة طيران الشرق الأوسط بالاستمرار بالتحليق فوق البلد الجريح لم يأتي من عبث، بل نتيجة قرارات مدروسة بحسب القيمين عليها. لأنه هذه الطريق تبعيتنا العادية والريسك أسسمنت أو تقييم المخاطر تبعنا بظل أنه راح أبدأ هلأ ما في شيء يتطلب انه ما نطير فوق سوريا. هلا حتى بس فوق سوريا في طرقات مغيرين طرقاتنا فوق سوريا، وما معناتها انه عم نطير فوق سوريا نفس الطرقات اللي كنا نطير عليها قبل. مين بيحدد هذا الشيء؟ هيدا بصير في تقييم مخاطر مستمر بين اداره الشركه ومعلومات اللي بنستقيها من المصادر اللي هي ببلش من الدوله، وبناء عليه كل يوم بيوم وعم ناخذ القرار، ولحد اليوم بعد القرار بالاستمرار بالتحليق فوق الأراضي السورية. حكي الكثير عن أسباب مادية وراء قرار الميدل إيست، أي بمعنى أوضح أن كلفة تغيير مسار الطيران من فوق سوريا سترتب أعباء مادية كبيرة على الشركة لجهة الوقت واستهلاك الفيول، خصوصا أن 40% من رحلات طيران الشرق الأوسط تمر في الأجواء السورية. إذا عم تحكي سبب مادي أنه من وراء المادي عم بنبدي المادي على الحياة، ما حدا بيبدي المادي على حياته. هيدا اكيد لا. هلا في حسابات اكيد، بس اما بتاخذي انت قرار انه بدي ادفع انا مصاري زياده بده يكون مبرر هالقرار، طالما انا لانه الاستمرار التقييم المخاطر اليومي هذا كله مكلف، بكلف مصاري. يمكن اذا شركات عندها رحله بالنهار فوق سوريا بتقول لك بلا ما ادفع هالتكاليف ومش خلي هالرحله تروح من غير طريق، ولكن اما بيكون عندك 40% من رحلتك فوق سوريا بتحطي التكاليف على تقييم المخاطر. يؤكد الكابتن عزيز أن طيران الشرق الأوسط حلق فوق بلدان كانت ظروفها لا تقل خطورة عما يجري في سوريا كحرب الخليج ويوغوسلافيا. تاريخيا ما في ولا طيارة وقعت على ارتفاع عالي من وراء صاروخ مطلق من حيلا ثورة وحيلا شيء. عدد من شركات الطيران العربية حذت حذو الميدل إيست لجهة تغيير مساراتها فوق سوريا، لكن ضمن الأجواء السورية، لكنها لم تقلع عن ذلك بشكل نهائي حتى الساعة.